رمضان كريم وتحية طيبة لكل المتابعين وين ما كنتوا عم بتتابعونا بكل أنحاء العالم. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من اللحوم الأمريكية العالية الجودة. لكن وصفتنا لليوم في عنا لحم التشاكرول مع الخضار، صينية الخضار بالفرن اللي رح تعطي نكهة كتير طيبة. بس قبل ما نبلش بهالوصفة بدي أذكركم ما تنسوا تفوتوا تشتركوا بالقناة للحوم الأمريكية على اليوتيوب، وتفوتوا تعملوا فولو كمان على الإنستغرام. راح تشوفوا الموقع بكعب الشاشة عم يمرق قدامكم، فوتوا وعملوا فولو على كل السوشيال ميديا للحوم الأمريكية. مثل العادة ومثل كل يوم عم نقدم لكم هالوصفات الرمضانية، الورقة والقلم قدامكم، ويلا بلشوا سجلوا المكونات اللي راح تشوفوها قدامكم على الشاشة لصينية الخضار مع لحم التشاكرول. أنا راح اجي اخد من لحم التشاكرول، راح اخد لكين قطعة بهيدا الشكل وراح اقطعها مربعات. يا سلام يا سلام على هاللحمة، يعني قد ما فينا نغنج هاللحمة بدنا نغنجها قد ما هي طيبة وقد ما هي فعلا طرية. هيدي اللحمة ما بتحتاج لكيوي ولا بتحتاج لمطريات ولا بتحتاج لأي شيء تاني، لأن طروتها فعلا يا جماعة منا وفيها، ونكهتها منا وفيها، وهالشكل الرخامي كمان منا وفيها. هيدي اللحمة وهالشكل الرخامي الموجود بهاللحمة مش متواجد ولا بأي نوع من أنواع اللحوم التانية. طيب منكفي بهيدا الشكل، لكن مثل ما عم بتشوفوا عم نقطع اللحم مربعات. اوكي حطيناهن بهيدي الصينية، وهلا يا شيف حسين منروح منجيب كمان من البصل، بفرم ايضا بصل جوانح بهيدا الشكل، بيعطي نكهة وفعلا مذاق رائع. كمان بجيب من الكوسة، كمان بقطع الكوسة بهيدا الشكل. اوكي كمان بحط الكوسيات فوق اللحمة ونكرر العملية بهالشكل. نجيب جزر، كمان نحط ايضا من الجزر. هلا بتشوفوا كيف رح نتبلها، كمان بحط ايضا وايضا بطاطا بهالشكل. ناخد ايضا من البطاطا. اوكي كمان وكمان منجيب من الباذنجان، منشيل راس الباذنجاني كمان منحط باذنجان، ونستعين ايضا وايضا بالحر الاحمر، بيعطي نكهة ومذاق رائع لهالوصفة. ما بدنا ننسى ايضا الثوم، كمان. طيب هون نحن ما خلصنا، نجي لزيت الزيتون. اوكي رح احط انا زيت زيتون بهيدا الشكل مثل ما عم بتشوفوا. اوكي فيكم تحطوا معه كمان من البندورة، بحط فلفل. بجي بجيب خردل، لكن عم تبلها بالخردل، خردل على نسيان. كمان بنحط خردل بهيدا الشكل، ورح اجي اذا بدكم فيكم تحطوا كمان اعشاب مشكلة بتاخدوا نكهة طيبة، مش غلط اذا حطيتوا اعشاب مشكلة كمان. اوكي يا سلام على هالروايح الشهية. ورح اجي اخد عندي زعتر بري، كمان رح احط من الزعتر البري بهيدا الشكل. خلينا نجيب بعد ملح، بعد ما حطيناه
كمان منملحها. وهلا وصفتنا صارت جاهزة لحتى نخلطها كلها مع بعض ونتبلها مع بعض. وبرجع بذكركم فيكن تحطولها ايضا من البندورة ما عندكن اي مشكلة. عن جد عن جد عن جد ريحة كتير طيبة. انا رح اخلطها مثل ما عم بتشوفوا مع زيت الزيتون مع هالبهارات اللي حطيناها الاعشاب. وهلأ صار الوقت لوين لحتى اجي انا وياكن على الفرن. رح حطها بالفرن على حرارة 200، لكن رح تضل بالفرن على حرارة 200 بدها حوالي 35 دقيقة. لحمة طرية ما بتاكل كتير وقت، لحمة طرية رح تستوي دغري بدها 35 دقيقة. نحن بدنا ننطر الخضار لتستوي. فطنا بعدها بالفرن. خلينا نشوف شو صار في عنا بالفرن هالصينية اللحم مع الخضار. يا سلام على هالريحة. شو بدي خبركن لخبركن عن جد. رح اجي انا وصلت لمرحلة السكب، رح اسكبها بهيدا الجاط او هيدا الصحن او بالفخارة بهالشكل. برجع بذكر كل المشاهدين وصفة رمضانية مميزة عندها كل الحصص الغذائية وكل القيمة الغذائية. هيدا هو لكان طبقنا لحلقتنا لليوم. أشرف على نهايته. شو رح نعمل بعد يا شيف حسين؟ هيدي حبة بندورة وهيدي حبة بندورة. شو بعد بدكم نزين؟ وهي حبة بندورة. أوكي؟ هاي بندورة معلقة. وهيدا الطبق هو مزين حاله. هيدي هي الوصفة. دقيقة بعد ما خلصنا رح نجيب كمان علم. وهيدا العلم كمان على الصحن. وهيك طبقنا لحلقتنا لليوم الوصفة الرمضانية صارت جاهزة. مني ومن اتحاد مصدري اللحوم الأمريكية بدي أقول لكم رمضان كريم. وما تنسوا هلأ ترجعوا تفوتوا على كل السوشيال ميديا، العنوان عم بيمرق بكعب الشاشة، فوتوا اعملوا فولو. وأيضا فوتوا على اليوتيوب كمان، اشتركوا بالقناة لحتى يوصلكم كل شيء طبخات وكل شيء وصفات جديدة. أنا بدي ودعكم وانطروني بكرة بوصفة جديدة ونكهة جديدة.